السلام عليكم، غنعاود لكم واحد القصه واعره، واحد القصه انا شخصيا من نهار بديت مواقع التواصل الاجتماعي هذه احسن قصه واعره اللي فريمون غادي تطلعكم حتى السماء تهبطكم حتى الارض، فريمون واعره. المهم ندخلونيش نفصل بالموضوع. واحد البنت ترانكيل كانت تقرا في لافاك، جا باباها واحد النهار وقال لها شوفي راه جاو شي ناس هضروا فيك. هاد الناس اللي جاو هضروا فيها يعني هاد السيده اللي بغيت تزوج بها ما مصاحبه معاه، ما كتعرفو، ما شايفاه، ما شايفها، زواج تقليدي. قلت لي كيفاش بابا وشكون هما هادو؟ قال لها واحد الناس لاباس عليهم وبخير وعلى خير، وبا لاباس عليه وهو لاباس عليه وخدام مع با وهذا وعندهم فيلا وعنده. وقالت لي شحال في عمره؟ قالت وقال من هو لاباس عليه ياك ما هو شي باني ولا شي حاجه. قال لي هاته هو باقي صغير، يعني هي عندها تقريبا شي 24 25 عام وهو عنده شي 26 27 عام، يعني كبر منها غير بشي عام ولا عامين. ومع ذلك قالت لك ما معوق ياك ما داير ياك ما هذا، كيف زعما حيتاش ما بقاش الزواج التقليدي وتكون زعما الهمزه ولا شي حاجه. المهم قلت واخا يجي وحم الله انت نشوف. نهار الخطبه لبسات وتقادت وداكشي وجاي داخله للصالون عند الناس باش تشوفهم، فاش هزت رمات عينيها على باه وعلى الولد، فاش شافت الولد سطات يعني فريمون دري بوغوس واعر ناضي ما نعاودوش الهضره، وليت كتقول اوه واش هاد الدري زوين وبوغوس وهكا وما شافني ما تعرف عليا ما والو وبغي يتزوج بيا، ما بغاتش تدخل ليها دماغها وهذا كاع زهر عندها. المهم جلسات سلمت على الام ديالو وسلمت على اخته وسلمت على خالته وسلمت على الراجل، وهو ما سلم عليها ما شاف فيها ما والو، وكيبان طالع ليه الدم وحاد راسه وما هزش راسه فيها نهائيا. ملي هي جالسه وهي حاد راسها مره كتهز راسه كتقول بعدا خاصو يشوفني، لانه ما هي ملي شافته عرفت انه ما عمره ما شافته، ويعني حتى هو ما عمره ما شافه، ولات كتقول اوه كيفاش هادشي. المهم بقى حاد راسه واحد شويه ويقول الام ديالو واش دابا بقيتي على خاطرك صافي، هو ينوض وهو يخرج. البنت بقات مصدومه ما فهمت والو، كتقول كيفاش هذا ناض وخرج دابا بحال هكا، شنو واقع، اشنو المشكل، ياك ما مبزل عليه هاد الزواج، ياك ما مريض، ياك ما عندوش مرض نفسي، ياك ما هبيل، ياك ما كيشرب الدواء، تخربقات. وهذيك اللقطه اللي دار فيها هو بحال هكاك دارها في واحد اللقطه اللي الام ديالها كانت في الكوزينه والاب ديالها كان تيهضر في التليفون ولا شي حاجه، دار ديك اللقطه وخرج. منين جا الاب ديالو والام ديال الاب ديالها والام ديالها جاوا لقاو الدري خرج. المهم قالوا يلا بسلام عليكم بسلام عليكم وناضوا وتبعوا الولد وخرجوا في حالاتهم. دازت مده قصيره وتدار العقد، ولكن قبل ما يتدار العقد هاد السيد هذا كمل مع هذاك الزواج التقليدي، ما خدا نمرتها ديال التليفون، ما خدات نمرته ديال التليفون، ما حتى شي حاجه. قبل العرس بيومين اختو قالت ليها واش ما عندكش النمره ديال خويا، قالت ليها خت العريس قالت لهاد العروسه هادي واش ما عندكش النمره ديال خويا، قالت ليها لا، قالت ليها انا صيفط عليك في الواتساب وباش تبقاي تواصلي معاه، قالت ليها انا ما غاديش نعيط ليه هو اللي خصو يعيط ليا، انا ما عرفتش علاش كتصرف معايا بحال هكا وهذا. قالت ليها شوفي هذا راه حين زواج تقليدي وهذا داكشي علاش هو داير بحال هكا، انا صيفط لك الفيديوهات ديالو وتشوفي راه انسان نورمال. المهم تدار العقد، من ورا العقد مباشره جاء واحد الاتصال هاتفي، واحد شي بنت في التليفون عيطت ليها وقالت ليها شوفي، قالت لها يا خطفت رجل خديتي لي راجلي انا بغيتك عمرك تهني بيه، وهي تتقطع عليها. البنت تصدمات وتخربقات ما فهمت والو. المهم فاش هاد السيده هادي مشات ليله الدخله ديالها، كانت اكفس ليله دخله في حياتها. اشنو اللي وقع؟ هاد السيده هذا انفو دخل عليها قال لها شوفي انا غادي ندخل عليك باش نشوفك بعدا انت واش بنت ولا ماشي بنت، هادي الاولى. الثانيه انا دابا غادي ندخل عليك اول مره والاخر مره، ما عمرك باقي غادي تعاودي تشوفي وجهي. وهي تقول لي اش كتقول، واش هاد المستوى، واش تهضر معايا بحال هكا، واش انا كنبان لك شيطان، اش هاد الدل، واش هذا سير بعد مني، وهذا هما كانوا في الوطيل.
هي تقول لي شد الحاله هذه وهذا هو المهم هو ما هي ما رضاتش صافي دخل عليها بطريقه اللي وطريقه ما عجبتهاش نهائيا ما فيها حتى شي علاقه مع الرومانسيه نهائيا وكمل ولبس حويجاته وخرج وخلاها بوحدها في داك الشومبر والغد ليه جهزها وداها لدارهم مع العلم انه هو عنده داره ولكن عنده ابارتمون وما داهاش ليها داها لدارهم تعيش مع الاب والام ديالو هو في بيته فاش مشات كتشوف انه هذاك السيد ما كانش باغيها وقال ليها نيشان قال لها شوفي انا راه بززو عليا انني نتزوج بك انا راني كنت باغي واحد البنت وهما حلفوا انني ما نتزوجش بديك البنت وجيبوا لي شي بنت هما اللي غادي يختاروها تكون بنت عائله انا راني ما كنبغيكش وما عمرني ما غنبغيك وانا هذيك البنت اللي والديه ما خلاونيش نتزوج بها كنبغيها وغنبقى نبغيها وما عمرني ما غادي ننساها البنت في هذه الحاله هذه تصدمات وتفقسات وبقات كتبكي وما عرفتش ما تدير واش ترجع لدارهم ولا تبقى معاه ولا ما عرفتش اشنو تدير وهي تقولها الام ديالو اختو قالت لهم شوفوا ها شنو قال لي وشنو قال لي وشنو قال لي وراه دخل عليا وراه حلف انه ما بقاش يعاود يقيسني نهائيا وهذا مو بقات كتبكي وكتقول لها شوفي غير خليه يدير اللي بغى راه الناس ديال زمان اصلا كانوا كيتزوجوا غير زواج تقليدي وغير صبري وهذا وراه غادي يكون غير الخير هذيك البنت راه ما غاديش يتزوج بها راه انا حالف عليه بالسخط الا تزوج بها ايوا صافي ولا ما كيدخلش عندها البيت هي كيخليها بوحدها ماشي يهضرش معاها ما كيخرجهاش هي كانت عايشه غير مع مو اختو كتاكل معاهم كتشرب معاهم جالسه وكتسنى تشوف ربما تغير شي حاجه ربما هذاك الدري يتبدل في شي حاجه مشاو شدوها قطعوا ليها شعرها مع العلم ان هذه البنت هذه زوينه بزاف ما تحتاج انها دير شي حاجه وظريفه وحنينه مشاو داوها قطعوا ليها شعرها صبغوا ليها شعرها بداو كيلبسوها لبسات زوينين واحد شويه وهي تقول لهم هاد اللباس اللي كتلبسوني راه ما زوينش هاد اللباس هذا ما نقدرش نلبسو زعما حيت كيدخل عمي يعني بات الزوج ديالها ما نقدرش نبقى نلبسو قدامو هذا قالوا لها بقيت تلبسيه في البيت وقالت لي مره اصلا انا راه منين كيجيو في العشيه راه ما تيدخلش عندي البيت راه تيمشي للبيت الاخر المهم وهو يقولوا لها انت دابا غادي تمشي معاه لدارو وهو غير جا من الخدمه هي تقول ليه الام ديالو شوف غادي تهز مرتك وغادي تمشي لدارك كيقول ليها لا ما بغيتش هذا ما نطرافقش معاه ما نجلسش معاه ما هذا ما هذا وهي تقول ليه شوف هضره وحده ما غاديش نزيدها هو كيخاف من امه وكيحترمه وتسنط لها المهم فهمه كيف ما بغيتو واحد شويه هو يدورها في دماغه هو يقول لها ولا عرفتي شنو غادي ديري واخا صافي انا موافقه انني نمشي نديها لابارتمون ديالو مشى هزا وداها البارطمان ديالو فاش داها بحال لقى الحريه اكثر ولا ما كيجيش لعندها كاع كيعطيها مصروفها كيعطيها ماكلتها وشرابها وداكشي اللي غادي يكفيها وكيقول لها الا خصك شي حاجه ولا وقعت لك شي حاجه عيطي في التليفون وما كيجيش واحد المره وهي تسمع الدقان وكيسحب ليها هو اللي جا وهي تلقاه انه جات واحد البنت هي تقول لها شوفي يا الشيطان يا خطفت الرجاله يا الفاعله يا التاركه يا هذا هاد الدار داري وهاد الدار انا كنت كندير معاه فيها كلشي وانا اللي فرشتها وانا اللي درت كلشي على الدوق ديالي في الاخير جيتي انت وديتي ليا الله ياخذ فيك الحق وبقات كتنتف هاد البنت هادي وبقات كتغاوت هي وياها هي تقول لها شوفي غادي تخرجي عليا من هنايا ولا غادي نعيط لك على البوليس قالت ليها انت راه كنتي غير مسخه شيطه غير صاحبته اما انا راه مرات وحلال وعلى سنه الله ورسوله ما عندك ما تقولي ليا وهاد المره هادي صبرات وبقات كطيب طيابها وكتنقي دارها وكتاكل ماكلتها وديما كتخلي ليه حقه ديما كتخلي ليه حقه سوا جا سوا ما جاش هو كان كيبقى مثلا 3 ايام يومين 4 ايام عاد كيجي 3 ايام يومين 4 ايام عاد كيجي فاش كيجي نهار اللي كيجي فيه كيدخل الكوزينه وكيلقى الحق ديالو حقه مخليه ليه كيسخنوا وكياكلوا الا ما جاش هذاك الماكله تتلوحه ولا ما نعرفش شنو كدير لها المهم ديما حقه كتخليه ليه
وكتعتبر انه هو راه جاي. هاد السيد هذا من ناحيه ديال انه هي زوجه فهي دايره كل شيء، ولكن هو ما تيتصرفش معها مزيان وما باغيهاش وما كيشوفش فيها حتى الشوفه، وما خلات ما دارت، ما خلات ما لبسات، ما عمره ما دخل لهذاك البيت ديال الناس اللي دايرينه في هذيك الدار، البيت الناس اللي زوين وكل شيء ما ديال الكوبل، ما عمره ما دخل ليه. ديما كان هو كينعس في واحد البيت اخر اللي مدير زعما باش يكون ديال الدراري الصغار ولا ديال الكلاص ولا ما نعرف شنو، ما عمره ما دخل عليها وماشي يشوفش فيها نهائيا، كيشوفش فيها نهائيا. دازت المده، واحد النهار وهو جا عند واحد صاحبه، هذيك الدار نيت جا عند واحد صاحبه، دق عليها لقاها قالت لي اشنو بغيتي، هو يقول لها واش ما كاينش راجلك، قالت لي لا شكون معايا، قال لها انا صاحبه راه كنصوني عليه داك الشيء وما كيجاوبش التليفون وهذا وشحال هذا ما شفتوش وبغيت نشوفه. هي تقول لي لا ما كاينش، ولكن تقدر تمشي عنده الخدمه ولا تمشي لدارهم دار والدي. قالت لي قال لها واش نقدر ندخل بين ما يجي، قالت لي لا ما نقدرش، سمح لي ما نقدرش ندخلك. وبقى يلاه كتهضر معاه، هو وقف هذا الراجل هذا وقف، قال ليه كي داير لاباس عليك وهذا شنو جدير هنايا ياك عندك مرتي، قال لي راه كنصوني عليك ما تجاوبنيش، قال لي ما شفتش انا حتى شي ابل، قال ليك ما بلوكيتينا العفريت. المهم بقى كيدخل عليه ويخرج في الهضره، هو يقول ليه مرحبا بعلا زيد دخل ما نهضروش عند الباب. دخلوا السيده قال ليها سيري وجدي لينا كاس ديال اتاي، وجدت ليهم اتاي، حطت الحلوه وزوقت الطابله. قال ليها قالت لي واش ندير العشاء، السيد باقي باغي يجلس، قال ليه نجلس معكم اليوم ماشي مشكل. دارت العشاء، دارت عشاء زوين وهذا، وراجلها بدا كيتصرف معاها عادي زعما كانهم مزوجين، كيعيق قدام صاحبو زعما راه مراتو وانهم كوبل مزواج عادي، مراتي الله يعطيك الصحه حبيبه، الله يعطيك الصحه كبيده، كتعجبيني كديري هادي. المهم تيهضر ديك الهضره ديال تدويتي قدام صاحبو عادي غير باش يبين انه زعما راه الامور عنده مزيان. صاحبو ملي بقى كيشوف هاد البنت هادي ويقول لي ولا عقوبه عليك ان شاء الله وهذا، ويقول لي ولا كانت شي بنت زوينه بحال مراتك، وكيقول لي الراجل جمع راسك زعما كيبينات انه شي غير. المهم السيد مشى في حالاته، صاحب هذا هاد الزوج هذا مشى في حالاته، وهو يقول لها شوفي، قال لها جمعي راسك وهذا، قال لها انا كنت كندير داكشي غير قدامه غير باش نبين انني انا بخير وعلى خير ونعصرو عليه زعما نفقصو ونفرعو، راه ما كاين، راه عندك صحاب ليك انني تبدلت ولا شي حاجه. ديك الساعه خرج وما باتش في الدار ومشى بحالاته. ثاني كيغبر عليها بالايام والليالي، حتى لواحد النهار وهي طلع لها الدم، وهي تقول لي شوف انا صبرت ودرت مجهود كبير انني زعما كنقول غادي تبدل، ولكن انت ما بغيتيش تبدل. دازت تقريبا شي 6 شهور وهي صابره، ولكن هو مازال باقي غير ما زيد فيه، وكيقول ليها شوفي انا راني ما تنبغيكش وما عمرك تحلمي انك تشوفيني، انا راه ما تنبغيكش، انا ما كان نشوفش لك حتى الملامح ديال وجهك، عاد غادي نبغيك، راه انا ما باغيكش، راه انا غير بزينك عليا صافي. وهي تقول لي شوف نتفرق بلا ما نبقاو نديرو بحال هكا، هو يقول ليها انايا باش نتفرق معاك سيري لدارنا وقولي ليهم راه انا ما بقيتش بغيتو باش تجي منك انتي باش الام ديالي تخليني نتزوج بالبنت اللي كنبغي. هي تقول لي شوف هذيك هي اللي ما عمرها ما تكون ليك، نتفرقوا ولكن نقول داكشي اللي كاين ونقول دارنا تاهما داكشي اللي كاين. هو كيقول ليها هكاك، المهم في الاخر هي تقول لي السلام عليكم، جمعت حوايجها وهي تمشي لدارهم، مشات عفوا جمعت حوايجها ومشات لعند دار والدي وعاودت لهم كل شيء، قالت لهم شوفوا هذا السيد هذا راه النهار اللي جبتوني النهار الاولاني هكاين وكان في راسكم كل شيء، وانتم اصلا عارفين كل شيء، وراه ما تبدلش وماشي عيب انني نتزوج زواج تقليدي وداكشي ما كيبغينش، ولكن العيب هو انه ما تبدلش وما عمره ما عاملني كانني امراه، الا كان غير على الخبز واكله اللهم ناكل في دارنا، اما نبقى انايا غنحسب عليا داك الزواج من الاحسن بناقص. صافي وهي تمشي لدارهم، امو خلاتها كتبكي ومفقوسه وطالع عليها الدم وكتسخط عليه وكتعير فيه. مشات لدارهم وعودت لدارهم كل شيء اشنو كاين وهاشنو كاين وهاشنو كاين وهاشنو كاين، وباها قال ليها صافي، قال ليها نهار 2
غادي نديك المحكمه وغادي نطلقك منه. ما عمرو ما تكوني ليه مرا، انا كون كيسحب لي بحال هكا ما نخليكش تصبري 6 شهور، ولكن انت راه مرا ونص اللي صبرتي. المهم نهار الاثنين فعلا مشات، عيطوا ليه قالوا لي غادي نديروا طلب ديال الطلاق ولا نديروا طلاق اتفاقي. قال لهم الاحسن نديروا طلاق اتفاقي باش ما نبقاوش غاديين جايين. وفعلا مشاو وداروا طلاق اتفاقي، ولكن كلنا غيصحاب لنا انه القصه تسالات وهي ما تسالاتش. هنايا القصه عاد غادي تبدا. وكيفاش بغيت تبدا القصه؟ واحد النهار المهم هي فاش طلقات مشات وخدمات واحد الخدمه وقاصه طرونكي مع راساتها. واحد مره وهي خارجه من الخدمه ويجي عندها صاحب طليق ديالها اللي قلت لكم واحد المره كان جا دق عليها وقال لها واش ندخل، وعرضت عليه وهذا وهذا عرضوا عليه هي وراجلها. جا عندها هو يقول لها شوفي راك انت كتعجبيني وهذا، داز غير شي 3 شهور ديال العده من ورا الطلاق وكانت هي خدامه، ويجي عندها فلان يعني بحال حاسب ليها. جا عنده قال لها انا راه كنموت عليك وكنبغيك وكنتسطى عليك وهذا وهذا وعجبتيني، وهداك هداك الحمار ما يستاهلكش، وهداك الشيء كان كيدير لك ما خصوش يدار وكذا وكذا، بقات يخربق عليها. ويد بقى كتشوف، قال لها شوف، قالت لي شوف انا راني طالع لي الدم وما عنديش، انا ما اعتبرهاش، وانا عندك صحاب لك انا مطلقه ودير لي ولا تفعل لي. قال لها شوف انا ما غادي ندير لك حتى شي حاجه، انا ناوي معاك الحلال وغادي نجيب دارنا نخطبوك. فعلا دازت يومين بالحساب، عطاها نمر التليفون ديالو عفوا، عطاها نمر التليفون ديالو وقال لها من دابا يومين غادي نجيو سيري على مداركم. ودازت يومين عيط لها وقال لها حنا جايين دابا، قالت لدارهم راه جاي دابا. جاو خطبها، جاب العائله ديالو وخطبها. فاش خطبها هي قالت الحمد لله ربي عوضني بصاحب صاحبو بصاحب الطريق ديالي، ولكن ماشي مشكل القضيه في الحلال هذا وكيبغيني انا، المهم اللهم واحد كيبغيني ولا واحد بحال دابا هذاك الاخر ما كانش كيبغيني وكذا وكذا. اللي وقع هو انه واحد النهار قال لها نخرج انا وياك من ورا الخطبه غير بشي سيمانه بحال هكا، قال لها اجي نخرجوا ونشريك شي حاجه خاصاتك وهذا، دابا حيت حنا راه وليتي مراتي وكذا وكذا. زعما هي فرحانه حيت مخطوبه بيه وكذا، وهي هي تخرج معاه. فاش خرجت معاه ويقول لها اجي نمشيو نطلعوا للدار، قلت لها اش نطلعوا للدار؟ قال لها دابا انت راه مراتي عادي نمشيو هذا ويلي انت واش هذا كذا، زعما داك الكلام ديال الحب. هي تقول لي شوف والله ما نطلع معاك للدار الا ما درنا العقد، ما كاينش شي حاجه سميتها الدار، خطبه راه غير وعد بالزواج، والله ما نطلع معاك للدار، كتحلف وكتعاود. وفعلا ما طلعش معاه للدار ومشات في حالاتها. اين فوا مشات في حالاتها عيط لها في الليل وكان سكران وقال ليها شوفي انا راني كنت بغيت نضحك عليك وكنت بغيت غير نستغلك، ما كاين لا زواج ولا والو، وانا درت بحال هكا حيت هو داليا صاحبتي حتى انا كنت بغيت ندي ليه مراته واخا طلقك، هادشي اللي كاين. وتصدمات وطلع ليها الدم، قالت اوه واش هذا، درت الفيلم كله وجا خطب وجايب معاه عائلته، وممكن هذيك العائله اللي جاب ماشي عائلته، ودار هادشي كله غير حيت كان بيضحك عليا. اويلي على قلت البنات، اصلا البنات موجودين كيمشيو فابور. نريد صدمات صافي. ومن ديك الساعه حلفات على راسها انها ما باقيش تثق في حتى شي واحد نهائيا. ومسكينه مشات رجعت لخدمتها طرونكيل، وقال للدار شوفوا هذاك الزواج ما بقى منه والو، راه هذاك راه صدقش ماته وكذا وكذا وكذا. واللي وقع هو انه فاش دازت واحد المده ديال الطلاق ديالها مع هذاك، وهاد الدري هذا صاحب الطريق ديالها جا خطبها، هذاك السيد اللي طلقها متزوجش بسميتو، هي ما بقاتش سولات عليهم نهائيا، صافي سدات عليهم بمره. اللي وقع هو انه هذيك البنت اللي كان مصاحب معها الطليق ديالها اللي فاش كان راجلها وكان مصاحب مع وحده ما تزوجش بها. اشنو اللي وقع؟ اللي وقع هو انه هذيك البنت اللي كانت مصاحبه معاه مشات تزوجت بواحد اخر لاباس عليه وخلاته، وردات ليه الدقه ديال زعما مصاحب معايا ومشيتي تزوجتي، وتا انا خلاته تطلق ودازت غير واحد المده دازت واحد المده ومشات تزوجات. وهاد المعلومه هادي قالها ليها قالتها ليها اختو
اخت الطليق ديالو قالت لها شوفي راه ذنوبك خرجوا في خويا هذا، راه شنو اللي وقع شنو اللي وقع، راه هذيك البنت اللي كانت البرهوشه اللي كانت الدور بيه اللي مصاحبه معاه راه مشات خلاته ومشات زوج بواحد اخر وما عقلاتش عليه. وقالت لها كيفاش وديك الساعه مشيت تزوج من الاول علاش زعما خلاتو تطلق وهذا، قالت لها دارتها بالعان بحال هكاك وراه ما كاين لا حب ولا والو، هي كانت مصاحبه مع واحد ومعه هو، وفي الاخر ملي صدقت لها مع هذاك مشات تزوجت به وخلاته من هاني ردت دقتها ما بقاتش بغات الشياطه. ايوا صافي بقات غير كتشوف وتقول شو سبحان الله العظيم تزوج بيا وانا ما درت معاه غير الخير ودرت معاه المستحيل باش يكون زعما معايا، وفي الاخر ملي طلقني على قبل وحده في الاخر هذيك تزوج بواحد اخر. والغريب في الامر انه واحد المره تاني خارجه من الخدمه ديالها هو وقف عليها الطليق ديالها، وقف عليها قال لها شوفي بغيت نهضر معاك بغيت نهضر معاك بغيت نهضر معاك، تقول لي شنو بغيتي بعد مني هذاك الشيء اللي بيناتنا سالينا هذا. هو يقول لها شوفي غير تصنت لي اشنو بغيت نقول لك. قالت لي اشنو بغيت تقول، قال لها شو زيد نطلع على الطوموبيله نهضروا وديك الساعه نقول لك اشنو بغيت نقول. المهم هي طلع ركبت هي وياه ومشاو جلسوا في واحد الكافي، وهو يقول لها شوفي انا بغيت نردك الى جات على خاطرك وهذا، يقول لي واش انت تسطيتي ولا مالك، انا كنت مزوج بيا وكنت الحلال ديالك وما خليت ما درت على قبلك، وفي الاخر طلقت انا وياك بسهوله، ودابا منين هذيك خلاتك عاد تجي بغيتي تزوج بيا انايا. وسير قالت لي تلعفتي ساعه انا انت راه بهدلتيني اكثر من القياس وهادي وهذا. هو يقول لها شوفي انا هذيك البنت علاش كنت انا بغيت نبقى معاها، كنت بغيت نبقى معاها حيت انا اللي كنت ضحكت عليها وما بقاتش بنت، ووعدت راسي قدام الله سبحانه وتعالى انني انا نتزوج بها، كنت موعدها انني انا اللي غادي نتزوج بها، ولكن منين هي مشات وتزوجات قلت صافي. وقالت لي وانا اللي كنت مراتك علاش درتي معايا بحال هكاك، صافي انت تزوجتي بيا مشيت تزوج بها هي. وانا قال لها لا انايا ما بغيتش حتى نضحك عليك كيف ما ضحكت عليها حتى هي، انت بعدا على الاقل انا ما ضحكش عليك، انا تزوجتك وما ضيعتكش وطلقتك وهذا. مهم بقى كيخربق عليها قال لها شوفي راه منين كنتفكر انني انا كنتي كطيبي لي الماكله ومهليه فيا وما كتخلي ما تديري على قبلي وكنجي وكنلقى الماكله طايبه مره وهذا، وصبرتي معايا وتعاملت معاك خايب وما خليت ما درت معاك، ومع ذلك انتي مراه ونص. دابا انا قال لها باغي نتزوج بامكاني انني ناخذ اي بنت راه عطى الله البنات، ولكن انا بغيتك انتي مادام هاديك مشات تزوجات تفكيت منها، بالعكس ما بقاتش تابعاني هاني تفكيت منها، ودابا انا راني ما بغيت الا انت هي اللي غادي نتزوج بيك. هي تقول لي واش غادي نقول لك، اللي كنعرفو احسن من اللي ما كنعرفوش، غادي نمشي غادي تقولها لدارنا ويكون خير نشوف بابا اشنو بغى. هو يجي لدار جو جاي يخطبها هو ووالديه، والام ديالو كانت فرحانه لانه بغى يرد مراته، لان هي الام ديالو كانت كتحمق على هاد البنت هادي اللي طلق. صافي وهي هما يجيو يخطبوها وقالوا هاد با، قال لي با والله لا عمرها تكون لك مرا، انت تكرفصتي ليا على بنتي وتعديتي عليها توصلت انه ولات كتشرب الدواء، وفي الاخير بغيتي تعاود ترجعها باش تعاود ثاني دير واخا تكون انا شيطه عليا بنتي ما نعطيهاش ليك. هو يقول ليه شوف والله بدا كيهضر الاب ديالو والام ديالو بداو كيهضروا كيقولوا لي شوف راه خلينا نرجعوا مع بعضياتهم ونلاقيوهم وهذا في الحلال وكذا. وهو يهضر هو يقول اقسم بالله العظيم يا الحاج يا فاعليه التركي هذا، حتى هاد البنت هادي غادي نديرها في عينيا وغادي نتهلا فيها وغندير لها وغنفعل لها وغنترك لها. ومنين هو شاف هذاك حلف، وحيت المره الاولانيه ما كانش هضر نهائيا ما كانش كيهضر نهائيا في الخطبه والزواج الاول، شاف واحد الفرق كبير دارو. وكذلك واخا انا هادشي كيجيني شويه بيزار لانه وحدين اخرين ما غاديش يخليهم كاع ما غايخليوش يدخل، وحدين اخرين عاوتاني ما غايخليوش هاد الراجل هذا كاع مثلا يهضر مع هاد البنت، ما عرفتش انايا. المهم اللي وقع سبحان الله العظيم هو انه هاد البنت هادي قال لي انت شوف سولها راه الحاج هذا الطليق، قال الاب البنت انت سولها راه
واش موافقه ولا ما موافقاش، ويقول ليها بنتي دابا واش انت موافقه ولا ما موافقاش، هي تحضر راسها وقالت انا موافقه، زعما موافقه ترجع ليه. ايوا قال ليها منين انت باغيه وهو باغي صافي الله يسخر، وهما يعودوا يرجعوا يتزوجوا. وتخيلوا معايا انه بنت داز من معاناه خايبه ومن ليله دخله خايبه ومن 6 شهور ديال الزواج اللي تعرضت فيها لسوء المعامله واللي كان كتحط لها الماكله بحال الكلب اعزكم الله، وفي الاخير بكلام بسيط خلاها ترجع تلعندو، باش تعرفوا انه غسيل الدماغ شي حاجه خطيره.